إن تعتقد أيضا يجري شيئا خاطئا في الدنيا لكن لا تعرف ما السبب لها، أن هناك تتهور الوضع في الدنيا مع مرور الأيام، فأنت عند مكان صحيح على الإطلاق. مجتمع سرية والإديان سرية وعابدين الشياطين إلوميناتي منزحين الماضي يسيطرون حقيقتنا. معركتنا ليست ضد أي إنسان، بل معركتنا ضد الشياطين الذين يسيطرون على ذهننا وقلوبنا. علينا أن نحمي من شر الشيطان أنفسنا وأحبابنا أيضا. أهلا بكم كل مشاهدين، وموضوع مناقشتنا اليوم هي دخول كبير سلمان خان في الرياض عربية السعودية. قبل بعض الأيام سمعنا أن أي حفلة موسيقية أو معرض سلمان خان في الرياض، وناس قلقا جدا ولديهم زعج عن دخول سلمان خان في بداية البرنامج، ويقولون الناس أن دخول سلمان خان كان بطريقة شيطانية جدا. الناس مستاء جدا ويريدون أن يعرفون ماذا يجري وراء هذه الأحداث. عربية السعودية هي دولة دينية وليس دولة علمانية، حيث ينعقد حفلات موسيقية، شرب الخمر بشباب وشابات يحملون بعض الشباب على كتفهم إناث. الأوضاع كذلك كان غير متوقع في الدولة العربية السعودية، لكن يحدث كذلك. فالشعب مفاجي ومقلوق ويريدون أن يعرفون ماذا يجري. فدخول سلمان خان إذا أنت تلاحظ كانت شيطانية تماما. وضعوا وراءه جناح بيضاء التي جناح الاصطناعية، وبعد صدور موسم لوسيفر هناك زيادة شهرة أن يريدون المشاهير أرضهم كلوسيفر باستخدام الجناح بطريقة نفسها. في فيلم أكشاي كومار روبوت 2 قام بتدشينها بطريقة نفسها باستخدام الجناح بيضاء، وقميص التي يرتديها كانت مرسوم عليها مثلث مع عين واحد داخلها، وكانت مكتوب هناك عين أصلي وكذب أصلي. فيمكنك ترى دخلوا سلمان خان بطريقة نفسها، ينزل من السماء ملاك على منصه كيعرض ملاك مسقوط. دعني أخبركم الذين لا يعرفون، لوسيفر هي اسم الشيطان أساسيا. علاوة عن ذلك كان هناك الشاشتين على جانبين، وإن تركز هناك كانت معروض عليها شيطان مع قرنين بشكل وضوح. وبعد عرض الشيطان فجأة أصبح الشاشة مختلف ويأتي تمثال سلمان خان بدلا من شيطان، تمثال مصنوع باللون ذهبي أو بذهب. فهذا الدخول كان ليس دخول سلمان خان، بل إنها كانت دخول الشياطين في عربية السعودية. أريد أن أخبركم أن كان هناك حفلة موسيقية من جاستن بيبر قبل أيام، وأخيل ذلك كان في مدينة جدة، وسيأتي مجددا في الشهر القادم داخل عربية السعودية. أريد أن أخبركم أن يجري وراء هذه أشياء لعبة كبيرة، وسوف تعرف ذلك بعد قليل. العربية السعودية هي أحد من الدول، أحد من البلدان التي صارم جدا وأرسخ جدا عن دينها وثقافتها. اليوم أيضا هناك قانون أن إن تم قبض على شخصا بعمل سرقة فأقوبة له قطع يد. فدولة التي صارم جدا قوانينها صارم جدا، حيث إعلان عن دين أخر من إسلام ممنوع تماما ومعدود من الجرائم، حيث إعلان عن إنجيل غير قانوني اليوم أيضا. إن تعطي أي واحد إنجيل يمكنك تواجه عقوبة، يمكنك تصير سجين، إنها جرم قانونيا. ممنوع متابعة أي دين أخر من إسلام علنا هناك.
في دولة كذلك يسمحون الأغاني بوليوود التي مجدف وأنتم تعرفونها بشكل جيد للغاية. لابد إنك استمعت سطور الأغاني أوم شانتي أوم وبم بم بولي. هناك كثير من الأغاني التي يحتوي على كلمات مجدف فيهم، فيسمح السعودية الأغاني كذلك. وحتى نحن نفترض أن تقول سعودية لا يوجد أي علاقة بدين والأغاني بوليوود، لا يمكننا نسمع أي أخر دين، لكن يمكننا نسمع بوليوود لأن إنها للأهداف ترفيهية فقط. لكن إنها ليس كذلك، لأن يقوم بوليوود بترويج شيطانية. ويأتي مهما سلسلة بوليوود هذه الأيام، إنها تروج شيطانية فيها علنا، موسيقي أو مقطع موسيقية، كل مكان تروج بوليوود شيطانية. وإذا يسمحها سعودية اعتبارا إنها ترفيه فقط، لا يزال هذه أشياء غير مباح في الإسلام. بقدر ما أعرف موسيقي ليس مباح في الإسلام، الرقص وحفلات التي يشمل إناث وذكور مختلط، كل هذه أشياء حرام في الإسلام، يأتي وضع غير محرم فيهم. خمر حرام هنا، لكن يمكنك ترى في حفلات موسيقية جاستن بيبر أو سلمان خان كان هناك خمر علنا. ويمكنك ترى أيضا لا يوجد أي مصافحة بين الشخصين في هذه الحفلات، يصعدون على بعضهم بعض ويرحبون سلمان خان. فأحد من الدولة التي صارم جدا عن قوانينها، وخاصة إنها دولة دينية وإنها ليس دولة علمانية التي تسمح هذه الأشياء، فلماذا يحدث كذلك؟ كيف من الممكن؟ فالسبب لها cultural genocide. cultural genocide هذا يعني الإبادة الثقافية. إبادة الثقافية هذه حركات معمول خاصة ومتعمدا من أجل حذف أي مجموع أو مجتمع أو دولة من وجه الأرض. وما هي الدوافع وراء إبادة الثقافية؟ دائما الهدف وراءها دينية. فالذين لا يعرفون دعني أخبرهم، كما إسلام هي دين ونصرانية هي دين وهندوسي بطريقة نفس الشيطانية هي دين أيضا، ونحن نسميها ساتانيزم باللغة الإنجليزية. فوراء كل هذه الأشياء هناك الدوافع عابدين الشياطين الذين يريدون الإبادة الثقافية من كل أخر أديان في الدنيا. وإن تقرأ تعريفها فيمكنك تقرأ ماذا مكتوب هنا. من عديد من الأهداف الإبادة الثقافية يمكن أن قيام بها للدوافع الدينية كجزء من حملة التطهير العرقي من أجل إزالة براهين الناس من أي موقع معين أو تاريخ، أو كجزء من الجهود تنفيذ سنة صفر حيث ماضي والثقافة مرتبط بها جعل محذوف والتاريخ هي إعادة تشغيل. أعتقد لحظة أنا قلت إعادة تشغيل أنت فهمت يجري ماذا اللعبة. نعم يجري إعادة تشغيل كبيرة. إعادة تشغيل يعني سيكون مدمر كل أديان وثقافات قديمة وتأسيس النظام العالمي الجديد، وسيكون هناك دين واحد فقط فيه. وماذا سيكون ذلك الدين؟ نعم ساتانيزم. يمكنك ترى كيف في مصر هناك افتتاح مراسمات، تم فتح متحف هناك وتحديدا فرعون لمن هناك أذكار كثيرا في القرآن، تم تجعيل ممياتهم وهناك تكريمة لهم. الألهة التي ماتت التي كانوا يقولون إنهم إله أنفسهم
يتبعون أشخاص كذلك هناك، إنهم يفتحون الطريق التي يعرضون الألهة أخرى. فمقصد الإحوار هي حان الوقت حيث نعيش في الدنيا التي لديها سيطرة الشياطين بشكل كامل. أدعو الله يحفظنا من هذه الفتن ونبقى على بعد من هذه الفتن. قم باشتراك هذه الرسائل إلى أحبابكم وأصدقائكم، وأتمنى لكم خير وعافية. السلام عليكم.